السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة يا رب العالمين. كل الشكر وكل التحية للناس اللي دعمتنا، ميزة شكرا الناس اللي اشتركت في القناة، الناس اللي شاركت الفيديو وشاركت بالتعليقات، وبارك الله فيكم جميعا. اليوم طلبوا مني في التعليقات بدهم الخبيز العادي، عملنا مساج وعملنا كتير قبل هيك فطير وهذا، بدهم ايش؟ طلبوا الخبز العادي. طبعا هدول ما يقارب تقريبا يمكن كيلو كيلو لشوية بالعين، أنا يعني لأنه عقد نفر بعمله مش معنى كتة، اللي هو حطينا 3 معالق خميرة. الخميرة هذه المفروض بس معلقة ونص، يا معلقتين على العجينات هذول، لأنه الخميرة مفتوحة إلى فترة عند مباردة، تمام؟ ومعلقة ملح، وبدنا نعجنهم 100%. دائما العجين عشان أنا يطلع مع عجين صح وخبز صح، لازم المية تكون دائما بأقل، وأضيف إشي بسيط، كل محتاج أحط نتفة لكن تطلع مرقة، ركزوا معي، وأرجع أحط طحين عشان تجمد، بتضل شادة العجينة ومستحيل تخمر منيح ومستحيل تطلع خبز زي الناس، ركزوا معي. دائما لما أحط المية تكون يعني جامدة، بدها طحين، يعني حتى لاحظوا من كتر ما هي جامدة كيف بتلزق في إيدي، إلا إنه لكن في الجاط اللي بعجن فيه ما فيش إشي ملزق فيه، ها طلع دائما بايش بضل شويه ناشف تحت، يعني مصفت ما خلص العجنه بكونش ولا عجينه لو وقعت على الارض ولا يعني ها شايفين يعني زي الجاط بلم الطحين ولا نتفه، يعني صار نظيف 100%، شايفين كيف؟ طبعا هاي العجينه صارت كتله واحده، والصحن اللي انا عجنت فيه كمل عجين وملبط زي ما انتم شايفين، نظيف وكانه لسه مش حاطط فيه عجين، تمام؟ هي مش عشان انا بعجن عشان بدي انظف الصحن، لا، انه العجنة هيك يعني اخذت مية طبيعي وش احتاجت، اعطتها وما لزقتش وما سحتش وما كسرتهاش بالطحين، طبعا بدها تريح على الاقل 10 دقائق هلقي، تمام؟ بنجيب اللي هو الشريطة او نايلونة، الا في عنا شريطة طبعا هذه دائما نظيفة ومحطوطة على بتشمس لانها للعجين، بنريحه تقريبا 10 دقائق 12 دقيقة يصار ايش خامر، هي قليلة العجنة لانه انا عامل عقد 10 ترخ لانه ما عنديش حد، تمام؟ وطبعا حكينا لكم على طريقة التقطيع، لأن التقطيع دائما بياخد وقت، والناس بتقطع بتطلع قد ما بدها تركز، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، ولو بدها تجيبهم زي بعض حطة ويصير تاخد من هذا نتفة تحط في هذا نتفة، لا هذه طريقة مريحة وكويسة ومية المية وسريعة. طبعا ما تنسوا تشاركوا الفيديو وتحضروا كامل، ولما بيجي عليه لما تتخطوه، وبالتعليقات على الأقل 10، يعني بارك الله فيكم جميعا، بس كتير بلاقيهم يعني من المعلقين بكون تعليق واحد وماشي، يعني بارك الله فيك، انا هو فضلا وليس امرا طبعا، يعني انت معلق ومعلق مش هتفرق معك، اسماء الله 99، لو حطت لك 10 اسماء من اسماء الله بنوبك حسنات، واحنا حنقراها، يعني شوف بتكسب الثوابين انك كتبتها والثواب ان احنا قرناها، وكل واحد بيشوفها في التعليق بيقراها، هذه كلها حسنات لك، واحنا بنستفيد يعني حسنات وبنستفيد اللي هو فلوس من التعليقات كلها بتتجمع في القناة، بصير ايش من صالحنا، واحنا في حاجة للإشي هذا، مش يعني انه احنا بخير ودائما الحمد لله طبعا، بس يعني هي اللي بنتنفس منها في الوقت الحالي، يعني لا محل ولا شغل ولا حاجة، ونعطي مجهود يعني بنعلم الناس ونخلي الناس تستفيد، مش انه بس بدنا نلم لايكات ومشاهدات ومصاري وبس، لا عاملين وعاملين ومكلفين وتعبانين، ليش ما نعمل حاجة للناس تستفيد منها؟ هي العجين يا عم شغلة؟ لا مش شغلة، بس انا على تحدي، في ناس في حياتها كلها ما عملتش عجين، الناس من الموظفين الله من عمومه تتفضل عليهم منطقتهم ماشي حالها، فلاش يروح يقعد يعجن ويودي ويجيب، أقول لكم أنا واحد من الناس في الأيام العادية حظ الله عمرنا ما عجلنا، مش من الناس الأكابر، لا كنت أحسبها كيف أنه اليوم يعني بال10 ترخفة هدول بدهم جهد وبدهم وقت وبدهم خميرة وبدك مية تسخن على الغاز وتولع الطنجرة قديش تسحب كهرباء، طب ليش ما بيجيب 2 شكل نص ربطة ولا ربع ربطة وبتكفينا، ربطة بتكفينا بتطلع أوفر من اللي أنا بسوي، بس لازم الواحد يكون عنده خبرة، طار في الليل انقطع مثلا فيش دار بتخلى من الطحين، يعني الناس اللي دايما بتشتري بكون عندها طحين، بتعمل كيكة بتعمل اشي بتحب تسوي الشغلات اللي زيك في الدار الاغلبية، يعني
يعني ما فيش بيت ما فيش فيه اللي هو الطحين او الدقيق. انقطعت في الليل وجعنا، بدنا نروح نطلع الساعة 2 3 ندور على مخبز نروح نجيب، او يا سيدي فاتحين مخبز نطلع. انا ما بعمل رغيفين ثلاثة هيك وبمشي حالي، يعني مش عيب انه الواحد يكون عارف ومتعن. ودنيا هاد دنيا ما فيش حاجة بتضل زي ما هي الا رب العباد اللي ما بتغير. فالدنيا هذا الواحد سافر طلع انزنق ما لقاش ناس، انحرج، انقطع من المصاري معوش. فلازم الواحد يعني يكون عنده خبرة يمشي حاله. تمام. المهم هاي رجعنا قطعنا الخبز، طبعا شفتوه كيف، وطبعا بالرب، ودائما ما مش لازم يكون طحين كتير عليه. يعني انتوا لاحظوا ان انا بحط شوية طحين على الشبك، ولا هذا ما بكترش طحين، هذا حتى اجى عليه طحين كتير بنحرق الطحين وبصير طعم الرغيف على مرار، لانه الطحين ما انعجنش وبعشق النار على طول بتلاقيه انحرق. تمام. فطبعا انا برق مش رقاق، اللي هو تقريبا برغيف حجم البيتا او اكبر شوية، وخميل طبعا، يعني قادر انا ارقق اكتر منك، بس انا ما بديش اعمل عصير، انا اعمله خبز عادي. خلوكم معي عشان تشوفوا كيف بدنا نخبزه ويطلع خبز على النار 1000000% بدون فرن وبدون كهرباء وبدون طنجرة خبز وبدون فرن خبز. خليكم معي وهينا ايش ماشيين. وطبعا زي ما وصناكم كمان، يعني فضلا وليس امرا، مشاركة الفيديو كويسة كتير، يعني الكل، يعني فيش ما حد من اللي بيشارك معنا في التعليقات او الا عنده حساب تيك توك او انستغرام او تليجرام او فيسبوك. يعني لما بعمل مشاركة بكون كويس كتير. تمام. فأنا يعني المفروض وصلت وقطعت في الفيديو، لا أنا معني إنه يعني هالعشر ترغفة اللي بدي أسويهم تشوفوهم من الأول للآخر عشان يعني تتعلموهم صح، مش صعبين وما بنتسوش، بس فيش إشي بنعمل بالسهل. قد ما الواحد بده يكون يعني يقول عن حاله هو شر الرغيف بعمله سهل، لا كل اشي بده ينشغل على اصوله وينعمل صح. تقريبا خلصنا هيك، هل عندي قلاية كبيرة؟ تمام. طبعا مش هحط واحد، بس ايش بدي احط واحد اول شيء اجرب النار حامية ولا شيء. هذه ايش بتسوي؟ كأنك حاطه في فرن ومسكر عليه. هي مش الغطاء هذا مش تاعت القلاية، تبع الطنجرة. انا شايفين كيف بدأ ينفخ زي نفس ما بتحطه في طنجرة الكهرباء او في الخبز. ومنه لما بتكمر عشان الخبز زي هيك، يعني برضه عشان ما يطعمش مع الدخن، لكن الصاج ما بتفرقش معاه، بنرققه بهواية والتاني قلب اللي هو مستوي. تمام. طبعا بديش اخليه ينفخ، انا هو بده بدا هيو بده ينفخ، بديش اخليه ينفخ، بدي اقلبه لانه من تحت استوى. لو بدي اسيبه ينفخ على راحته بكون انحرق من تحت، لا انا معني يستوي براحته، بلقيت اللي تحت مش مستوي بعود اقلبه كمان مرهش علينا. بس النار هاد والقلاية هاد المحطوطة والغطايا هادي حرام حرام يعني نحط فيها رغيف. بس انا عشان ايش بدي اجرب اول واحد كيف معي، ليش؟ لانه بتهيأ للنار ايش حامية، بس القلاية ما حميتش منيح، يعني على الأقل على الأقل بدي أحط في القلاية التلاتة. كيف يا عم بدي أحط تلاتة هذا ويستوي؟ خليكم معي قد بتشوفوا، بس أنا هي عشان أول واحد أجرب كيف 100% ونوريكم إياه إنه رغيفة. شايفين لسه ما ريحش منيح، تقدر في النص ندفع العجين تعصه بالمعلقة ولا إيش بتلاقيها استوى كلها هيته من تحت، لأنه بدأ بده ينفخ وقلبناه فالنار صابت الشقات اللي نافخه ما جابتوش على مستوى. عشان هيك دائما انه ايش اول ما يستوي احسه نفخ شوي اقلبه على طول، ولو حسيت انه من تحت مش مستوي بعرض اقلبه كمان مره. تمام. خلينا نشوف واحد تاني. هلقيت تقريبا حمي 100% والنار بدأت تهدى شوي، يعني مش بالضرورة النار تضل مشعلبة، لا كونه حميته هذا الجمر والنار الهادية بتستوي دائما أحسن من النار العالية كتير. تمام. ها شايفين هذا، ها بزبز على طول، يعني المفروض انه هلقيت اقلبه انا
بديش اياه زي هذا. خلاص شايفين مش مستوي، مش مشكله، بس هيك بريحها، بريح من تحت، هلقيت بيجي زي هذاك اشي مستوي اشي لا. طبعا لو النار هادية شوي المفروض ان انا اخليه يضل مغطى عبما ما ينفخ 100 مل، لو مغطي انا كان نفخ اسرع. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد، ما تنسوا تدعمونا بميزة شكرا. هي الرغيف نفخ، انا كمان متغلب لانه لحالي ما بصور وماسك الجوال، فيش مكان احط السي بتاعت التصوير، كان متغلب. بس بدي ايش اقسم لكم الرغيف تشوفوه، هاي الرغيف الثاني الثالث هذا، شايفين كيف نفخ 100%. ها بس انا مالها عشان في الجوال، يعني ماسك الجوال وبخبز وبصور ومش متحكم كويس. تمام، انا بجيب الكل البرد، يعني ها يعني بقسم وانا ماسك الجوال بصور. هاي خبز 100% ونافخ وبفتح ومش ملزق ومليون في المية. شايفين طلعوا كيف فاتح من جوا، مليون في المية نفسه نفس البيتا اللي بنباع، بل أزكى وأطعم وأضمن. ها شايفين كيف 100% مستوي، يعني مش عجين لأنه براحته. شفتوا قديش قاعد الرغيف، لقيت النار صارت هادية والقلاية حميت كلها، بدنا نستغل. حرام أنا أولعكم حطب كل ساعة أحط رغيف ثلاثة زي هيك، شايفين ثلاثة بستوي مع بعض وبطلعوا مع بعض. شايفين حتى النار عشان خفت كيف، ها قبل كانت حامية ملزقة. كم واحد بده احط؟ شايفين مش واحد، ثلاثة. بغطيهم، النار هديت، شايفين النار مش مباينة، راح بغطيهم بالضبط ابو نص دقيقة. لقيهم نفخوا، هاي شايفين على طول نفخوا لانه